طب ياخد الضغط بتاعه. حضرتك بتركز على كلمة القاطنين. أيوة. معنى الكلام ده أن الملاك غير القاطنين ما لهمش حق؟ أنا لا ما كويس أوي حضرتك السؤال ده. إحنا بقول القاطنين دول اللي هي المرحلة العاجلة. يعني نفرض النهاردة إن أنا عايز أسامة لكل الأملاك سواء أراضي أو عقارات أو مصانع أو هدخل مثلا في حوالي 3 مليار جنيه. طيب أنا النهاردة مثلا الفلوس موجودة ولكن أنا بتتوفر لي من التخطيط على دفعات. انا النهارده معايا مليار او بالتحديد مليار و600. طب انا بعمل ايه؟ الاولويه للي ساكن. بالظبط كده، الاولويه للقاتل اللي انا اطلعه من بيته. بطلعه من بيته بديله قبل ما يطلع قيمه التعويض بتاعته. او لو متوفر في المحافظه وده كان توجيه من رئيس الوزراء ومن السيد الرئيس تصديقه عليه ان لو عندهم وحدات سكنيه جاهزه يقدر يديها على طول اللي محتاج وحده سكنيه. طب لو مش محتاج، كل المنطقه دي زي ما قلت لحضرتك كده فيها شقق كتير جدا فاضيه. بياخد التعويض من الـ وغالبا على فكره هم بيفضلوا التعويض لسبب، لان هو بيلاقي عماره جنب العماره اللي هو فيه، اللي هو المنطقه اللي فيه اللي فيها اولاده في المدارس، العماره اللي وراها على طول اللي اهله فيها في نفس المنطقه. بياخد التعويض وبيأجر او بيشتري وحده سكنيه اخرى في نفس الـ المنطقه. فقبل ما بيخرج بياخد التعويض بتاعه عشان ما حدش يقول ده احنا بنرمي حد في الشوارع او احنا بنمشيهم من البيوت من غير ما ياخدوا تعويض او بنجيب لهم خيام نقعدهم فيها. ابدا، دول مصريين واهالينا ولهم حق زينا بالظبط. ومش معنى ان الطريق جه في بيوتهم ان احنا نشردهم، لا ابدا، ده لهم كل الحب والتقدير والاحترام. اللي المحافظ يزعله ويجي لحضرتك؟ طبعا طبعا. مكتبي، انت حضرتك بتكلمني وانا في المكتب، مكتبي مفتوح من الصبح من الساعة 6 الصبح للساعة 12 بالليل. اللي عايز يقابلني وما خدش التعويض بتاعه والمحافظ قال له اطلع من غير ما ياخد التعويض يجيلي. طب ايه غير كده؟ انا بمر يوميا يا استاذ اسامه، واعتقد انت عارف انا بمر يوميا يوم السبت على الطريق الدايري وعامل مؤتمر كل يوم اثنين. فانا وانا على الطريق قابلني ناس هم سامعيني دلوقتي في البساتين اللي هم اصحاب الورش. احنا كان عندنا في منطقه البساتين على طريق الجزائر بالتحديد. انا مش بكلم حياتك وانا قاعد في المكتب، ده انا بكلم حياتك وانا كل يوم في الموقع. انا عندي 100 ورشه من ورش الحجر الفرعوني والمايكا وخلافه، 100 ورشه ومقامه على خط السكه الحديد. ما قلناش والله انتوا قاعدين على خط السكه الحديد مخالفين هنشيلكم ونرميكم، لا ما بنعملش كده والله يا استاذ اسامه. بنقول لهم طيب احنا هنتفق مع المحافظه، وفعلا اتفقنا مع السيد محافظ القاهره وبتصديق من السيد رئيس الجمهوريه، قال له الناس دي نوجد لهم ونبني لهم ورش مكان الورش ونجمعهم بقى. وهو سامعني كل الناس اللي كانوا موجودين معايا وقابلوني، وكلمنا سياده المحافظ وعرضنا على رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه، وبنعمل ورش ليهم في اول طريق السخنه. هننقل كل الناس اللي موجوده دي سواء الورش او البواكي حتى اللي موجوده هننقلهم في اول طريق السخنه، هنديهم ورش مكان الورش. يبقى احنا حافظنا على الناس وحافظنا على اكل عيشهم وحافظنا على الصناعيه اللي موجودين، وفي نفس الوقت عملنا الطريق ووسعناه وعملنا مطلع ومنزل في شارع الجزائر في المنطقه دي. انا بدي لحضرتك مثل ان الناس والله يا استاذ اسامه الناس متعاونين، وهم لما شايفيننا ان احنا شغالين وجادين بيتعاونوا معانا. وان شاء الله باذن الله نخلص طريقنا الدائري زي ما اقول لحضرتك كل ما هو متاح بالنسبه لنا على شهر مارس. احنا كنا مخططين كوبري المنيب وكوبري الاسكندريه الزراعي وكوبري المرج والكلام ده يخلص على شهر 12، سياده الرئيس امر ان يخلصوا في شهر 6، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله مع شركاتنا اللي هم سامعيني دلوقتي المحترمين المخلصين، حتى لو انا هم طبعا سامعين، حتى لو نتيجه ان احنا سرعنا الاجراءات اتاخر لهم بعض المستخلصات هيصرفوها في اول شهر 7 القادم ان شاء الله في الميزانيه الجديده، وكل الناس هتاخد حقوقها سواء قاطنين او ملاك بعد كده في المرحله الثانيه او العاملين اللي بيشتغلوا معانا شركاتنا وكل العاملين معانا ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقك يا فندم الخير. هذا الشعب الحقيقه انتظر الكثير ويستحق الكثير، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا ان حضرتك بتختصنا بهذا الكلام، وفعلا يعني تستحق اللي عملوه النهارده النواب كرد فعل بعد بيان حضرتك. شكرا جزيلا مع الفريق. انا لا بشكر حضرتك وبشكر كل المصريين الوطنيين اللي بيسمعونا، واللي زي ما قلت حضرتك يعني استحملونا واستحملوا معانا، وان شاء الله باذن الله يجنوا ثمار هذا الاستحمال وهذا التعب باذن الله في السنوات القادمه ان شاء الله، في ظل حكومه الدكتور مصطفى مدبولي
الرئيس عبد الفتاح السيسي ان شاء الله باذن الله، ربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. الفريق كامل، الوزير، وزير النقل.